مساك الله بالخير جميعا، معكم زايد المنصوري. آخر مرة صارعنا بذكر أميليا وغلبناها فيرست تراي، و أوف سكرين يعني أنا عقب ما بنا التسجيل رحت سويت السايد كويست مال هنريك. انطلع بهنريك يعطيك الدرع هذا. هنريك سكاب درع شكله حلو، اشتريه. حلو، ايوه. الحين عندنا خيارين، يا ان نروح نصارع اوبشنال بوسز اثنين، يا ان نروح الشادوز اوف يارنم. انا بروح الطريق شادوز اوف يارنم، بفتح اوبشنال اريا ايتم يعني نحتاجها للاوبشنال اريا، وعقبها بشوف. يعني شادوز اوف يارنم هو من اول البوسات اللي ممكن نخسر عندها، فبروح له بنجرب. يعني تبدأ الصعوبة هنا تزيد مرة واحدة. عندنا فلوس بالليفل، هاي هو وصلت سكيل 25 سترينث 25. الحين بنبدأ بالفيتاليتي الاندورنس. اندورنس 20، فيتاليتي 20 او 15 15، بعدين ركز على الاندورنس اكثر، اهم من الفيتاليتي. 7000 الحمد لله ان عندنا هذيل وايد، ما عاد نحتاجها. ايوه، او تقدر تشتري من بلاد فايلز وخلاص. اوكي، نرجع عند وين غلبنا بكراميليا. لودنج سكرين، هذا كل التقبة أخيس شي في بلاد بور. يمين، لو طلعنا من هنا ورحنا يمين الاوبشنال بوس الاول اللي هو هومويك ويتشز، اظن اسمها هومويك ويتشز، وبوس سهل سهل جدا، اسهل بوس في اللعبة. الثاني هي مقدالة، بس عشان نروح لمقدالة في ايتم نحتاجها، الايتم نيبها قدام. طريق قدام فيه يعني هو الاساسي اذا بتقيمون اللعبة. وعلى فكرة تشوفون هذول راقدين، قبل فيكر اميليا كان نهار ما كان ليل، بعد ما تغلب فيكر اميليا يكون ليل. اخوك يقصني الطريق هنا، في هني واحد هذا تشوفونه، هذا خطير خطير الفضائي هذا. السحر عنده، بروح للكلب. تعال تعال، اخوك يا اسمع، في غراب هني بعد. هذه اول جيم، اول جيم ضروري ناخذها.
في المكان هذا. هذه اول جمة تنفعنا. هذا لو ذبحتوه هنا، مع انه قوي قوي جدا، لو ذبحتوه بتجيبون باج. الباج يعطيك اسلحة زينة، يعطيك لوغاريا سويل وشي ثاني. لو ييتو هذا قبل ما ذا باسورد، يطلب الباسورد. لو ييتو قبل ما تذبحون الفكراميليا ما بيدخلكم. فير ذا اولد بلاد، يوم دقينا على الجمجمة اللي وراها، هذه كلمة السر اللي عرفناها. وأول ما يفتح يموت هذا، ما أدري شو ذبحه. already dead. زين هني تبدأ اللعبة تصعب مرة واحدة. تقدرون تروحون تنزلون وهذا، بس أنا بدل ما أروح يسار أحب أطيح هنا. واخذ الايتم. هذا اللامب الاول. زين هذه المنطقة الثانية. هني أنا بأسرع. في غربان هني تشوفونها. هنا أنا بأسرع، بروح أفك الاختصارات سيدة عشان نقيم اللعبة، فما بصارع حد. مروا على الأول، مروا على الثاني، افتحوا الفخ. تعالوا هني. شردوا عن هذا. في هنا شيء ايتم ناخذها. هني في شيء اكتشفته بعدين، شفت ناس وايد تستخدمه. هذه الحصاها وهذه. ايوه في جلتش هنا، جلتش يخليك تطوف المكان كامل. ايوه هنا فوق البيت. اوكي اسمع، خلنا نطيح. ست بلاد فايت. هذا يذبحنا بضربة واحدة. هني في شيء، فيه توين هاي اللي تطوره بالسلاح، وهني فيه بيست بلاد بلت. بيست بلاد بلت مهمة، بس عندها واحد قوي، هذا قوي. بيست بلاد بلت هي المهمة، نقدر نكمل المنطقة اللي عقبها. في ايتمز اذا تبون هني وايد، يعني توين
توين بلاد ستون اللي تطور بها السلاح، برجع لها ليش لا، ووك ثرو في النهاية. هني في ثنتين على اليسار، الأولى الثانية تفتحون اختصار. وحدة هذه ورا هذا تقدرون تيونه بشوي شوي. وباك ستوب وتاخذونها. بروح لي بالايتم مالت الاوبشنال، الاوبشنال بوس، الاوبشنال اريا فيها بوس ضروري ناخذه، خاصة اذا بلد تنج حلو تروحون للبوس هذاك تصارعونه. يوم بتيونه هنا في واحد تكلمونه هنا، اذا كلمتوه بيعطيك الايتم حق البوس اللي على اليسار هذي. في كلاب هنا كل واحد يعطي 500 ذبحوها. ستمية بعد المنطقة هذه خايسة، المنطقة هذه كلها سم. فيها وحوش صدق، لا لا لا، فيها وحوش صدق صعبة، فبنروح بنطوف قد ما نقدر. في دود هنا سلو بويزن، في دود هنا شردوا منها، هذه ممكن تذبحنا. لا حول ولا قوة الا بالله. ما علينا المرة هذه، بروح على طول افك الاختصار هذا وبرجع الفلوسنا عقب. في العادة اذا الفلوس ما توصلك ليفلين زيادة لا تهتم به، لا تقول عندي بلاد ايكوز بلاد ايكوز، راح عادي. هذا الطريق الصحيح بدون الجلتش. في كلاب هني شردوا عنهن، تيون فوق هني وتنزلون في وحش على اليمين تشردون عنا بعد لو تقدرون. هني فخ، ضربوا الفخ. هذا المكان اللي لقيناه، بنروح ناخذ فلوسنا. بنرجع نكمل ان شاء الله. لو الفلوس عند حد مشكلة، لأن هذول عمالقة وصعب تقتلهم، بس إن شاء الله بنحصلها في الأرض. حصلناها في الأرض. الأيتم مالت الأوبشنال أريا هني، لو جيتوا هني تدخلون في المكان هذا. حذر تطيحوا.
الشيء الخطير الوحيد هنا هو الفضائيين. الفضائيين اللي يقول قوى واحد منهم هني بعد. هذول مو ضعيفين ضد السلاش او البلانت، ضعيفين ضد البيرسينج بس، يعني السلاح اذا رمحه او شيء كذي. والكهرباء، الكهرباء قوية ضده، لان هذول كن الفضائيين كن. تقدرون تفتحون الاختصار هذا للمنطقة هذه، لان في ايتم مهم نجيبها عقب هني وبتعرفون المكان. اولد يارنم، مش اولد يارنم، سنتلر، سنترال يارنم. هذه الكلينك، المكان اللي بدأنا فيه، يوسف كاز كلينك. فخلونا نكمل. في يوسف كاز كلينكس فوق، كلينك فوق، هي الايتم المهمة اللي اقولها. تحت هني الفضائي، فشوي شوي تحذروا. هذي اذا مسك ياخذ ال ياخذ ال الانسايت اللي عندنا. في اقوى من هذا بعدين تصارعونه في مكان، المكان اوبشنال. بس بعد يلوعون بالكبد، عقب ما تغلبون اركبوا الدرين هذا. وبني يوسف كاس كلينك من ورا. في شيئين نباهن هنا، الشيء الاول هذي، مع ان مش ضروريات هذي، يمكن ما تستخدمونها. صندوق، كوميونيون، وهني يوسفكا. بس لا تروحون، تشوفون بتكلمنا. روحوا عنها، إذا رحتوا هناك بتصارعونها، وإذا صرعتوها بتضيعون ايتم ضرورية، فخلوها لا تدخلون في الوقت هذا. يعني بنيها في وقت ثاني و ها فضائي ثاني. يوسف كاز بلاد فاير، وهذه هي كان هاست سمن. هذا تقريبا المكان اللي بدينا فيه، هني بدينا نحن. بدينا في المكان هذا، والسمن هذه كانت موجهة لنا نحن. رجعنا وشليناها، بس الحين نرجع نكمل. بنروح عند المدفع هذاك، ورا المدفع المنطقة الثانية، وبنفك الاختصار لها. وافكر اوقف الفيديو هناك بعد الاختصار، يعني بتكون هذه ديتور كذي. هذولا مشكلة، صعب صعب تذبحهم.
شو ردوا عنه يعني؟ انتيدوت. شو السؤال؟ ليش ردم؟ الحين فكينا الباب هذا فنقدر نطوف يعني ندخل هني. الباب اللي فكيناه كان هني توين بلاد ستونز، في هذا وفي هذا، هناك الذيب اكو هني. نشرد عن المدفع اخر ايشكو دور ركب عم دور اربع شال المدفع ما يضرب. خليه يولع. هني في وحش، لا تصارعون الوحش هذا. ها في شيء نقدر نسويه هني. تقدرون تيون هني، في مدفع فوق، مدفع قوي هكوها مو بيبه الحين. المهم هناك في مكان ريال مسكين، الريال المسكين هذا لا تصارعونه اذا رحتوا على المدفع يعني. الريال المسكين لا تصارعونه. اول ما تيون هنا في راعي فعاش ردوا عنه، نفس المساعي شردوا عنه هذا لا تصارعونه. ركبوا فوق بنفتح اول اختصار بالمنطقه. كملنا 20 دقيقة. بوقف الفيديو هنا، هذا الاختصار الأول. تقدرون تكلمون الريال هذا، تنضمون لل شو اسمها، ليش ما اقدر اكلمه، ما عليه. هذا اللمب الرد افا، يتحرك الغراب ما يتحرك، ظاهر اللعبة معلقة. على كل حال ببند هنا، نشوفكو المرة الجاية للبوس اللي بعده. حر 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 حر. والله غريب. يلا